معكم انتم في مطبخ ناريما. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم اون سالاد دو فروي. ديري بها باي فاكهه اللي عندك، ما اذا جات صغيره كي تشوفي هكذا ولادك ما ياكلوا لكش الفاكهه، يشوفوا هكذا صغار ما ياكلوهاش. ديري اون سالاد دو فروي تجي ما شاء الله. انا عندي هنايا الكينتالو، عندي البطيخ، عندي هنايا لي فريز، عندي شويه لابريكو الخوخ، وعندنا شويه المشمش. نبداو بسم الله على بركه الله. انا نقطعهم كاع دي بتي كاري، ديريهم طرف صغار. هكذا تقطعيهم هكذا طرف صغار، كل واحد وطريقته. انا عندي كاس تاع الجرنادين، انا درت هذا. ديري كاس، زيدي له ثاني كاس تاع الماء، كل وحده وطريقتها. انت درك اذا شتي لي فروي تاعك ولا الفاكهه تاعك مخصوصه السكر زيدي لها، سينو سينو خليها هكذا يا طبيعي. باش نزيد لها ندير لها شويه قرفه. قلت لكم ديروا اي فاكهه اللي عندكم، انايا درت الفاكهه اللي موجوده في الدار. عندي كاع بقات لي كاع شويه تاع الفاكهه. وجده جات ما شاء الله. قلت لكم ملي عندكم الفاكهه هذيك الصغيره ما يحبوهاش ياكلوها ولادنا، قطعي هكذا طرف صغار، ديري اون سالاد دو فروي، والقرفه ديري برك شويه بالبنه برك تتواتى مع الفاكهه. واللي عجبتها الوصفه دير نجم وتشارك في القناه، والسلام عليكم.